بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور علاء عثمان، استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه، واستشاري القسطره التداخليه بمعهد القلب القومي. حاليا بتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو امراض الشرايين التاجيه ومرض الشريان التاجي. الامراض الشرايين التاجيه بمنتهى البساطه هو عباره عن ضيق الاول بيحصل في الشريان، والضيق بتاع الشرايين التاجيه بتترجم للمريض بتاعنا باعراض معينه، من ضمنها اعراض تقل والم في وسط الصدر، بيزيد مع المجهود، بيزيد مع الاكل، وبيزيد مع نقص درجه الحراره او زياده البروده. دي الاعراض بنسميها اعراض مستقره لمريض الشرايين التاجيه. امتى المشكله بتبقى لها قيمه ومهمه؟ لما المريض ده بتتحول الاعراض المستقره للشرايين التاجيه لاعراض بدايه جلطه للشرايين التاجيه، ودي بتبتدي عباره عن تكوين جلطه او تكوين او انسداد كامل للشريان، بيمنع تدفق الدم لجزء من عضله القلب، وهنا بتبتدي اول اعراض الجلطه. التدخل في الحالات بتاعت الجلطة وبداية الجلطة أو الجلطة الحادة لازم يكون بسرعة، ولازم بنتدخل عن طريق الأسطرة التداخلية في أول ساعتين من حدوث الألم عند المريض. وكل ما بنتدخل بدري، سواء إن إحنا بنشفط الجلطة أو بنقدر إن إحنا نثبتها في مكانها وبنركب دعامة علشان ما تتحركش الجلطة، بيبقى النتائج ممتازة، وبننقذ عضلة القلب، لأن نقص الارتواء بتاع عضلة القلب بيؤدي في سواء على الوقت القريب أو الوقت البعيد لضعف في عضلة القلب، اللي هو بيشكل تقريبا المحطة النهائية لأمراض الشرايين التاجية، ولا قدر الله الوفاة نتيجة لحدوث أمراض الشرايين التاجية. شكرا.